مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا في برنامج خليجي اف ام اللي يطلع عليكم يوميا خلال كأس الخليج 23 المقامة في دولة الكويت الحبيبة. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا على خليجي اف ام اللي راح نشوف فيه كل وقائع المباريات التي حدثت في اليوم اللي قبله، وراح نسحب على المشتركين اللي شاركوا معنا. راح نكون معاكم طيلة الساعة الجاية بإذن الله، راح نشوف تفاصيل كثيرة، بس من بعد ما نشوف معاكم العناوين. منتخبنا بالمباريات اللي جرت أمس بين منتخبنا الحبيب ومنتخب اليمن، وأيضا مباراة أسود الرافدين والبحرين. أحسن مدرب في مواجهات أمس وهو بدون منازع الجنرال باسم قاسم. بإذن الله راح يكون معانا سؤال لليوم، وهو أفضل لاعب في مباراة قطر واليمن. إذن سؤال حلقة اليوم راح يختلف عن السؤالين اللي كانوا في الحلقتين السابقتين، وهو من هو أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب اليمن. طبعا بالمقابل نبارك لمنتخبنا الوطني العنابي حصوله على أول 3 نقاط في خليجي 23، أداء مطمئن ومشرف، ونتمنى إن شاء الله أنه يستمر هذا الرتم طيلة البطولة، ونشوف إن شاء الله بإذن الله في النهاية. بإذن الله بإذن الله كنا مع العنابي قلبا وقالبا سعيدين بهذه النتيجة كبداية، كانت بداية قوية للعنابي، ألف مبروك لهم على هذه البداية، وإن شاء الله يتمون على نفس هذا المستوى. ننتقل معاكم مع عبد الله، السحب اليوم عند عبد الله مش عندي انا. اذا الحين راح نسحب عن الفائزين في توقعات مباريات الامس، عندنا 4 اسماء توقعاتهم كانت صحيحه. امس فاز معنا 1 ب10,000، واليوم عندنا 10,000 ريال مقدمه من برنامج خليجي اف ام. نقول بسم الله، الفائز بال10,000 ريال هو أحمد الشمري من الكويت. ألف مبروك، ألف ألف, ألف مبروك. مبروك. إذن أحمد الشمري فاز معانا ب10,000 ريال مقدم من برنامج خليجي اف ام من دولة الكويت، ونقول هارد لك طبعا للثلاث أسماء اللي ما حالف الحظ معانا. هو الوحيد اللي توقع في مباراة منتخبنا بالنتيجة الصحيحة اللي هي 4-0، باقي 3 أسماء نورهم اللي توقعوا التعادل في مباراة البحرين ومنتخب العراق. إذن ألف ألف مبروك، وهارد لك الأسماء الباقية اللي ما حالفها الحظ في الفوز معانا ب10,000 ريال قطري. طبعا الأيام بإذن الله جاية، وتقدرون تشاركون معنا، تتواصلون معنا على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة. أذكر بالأرقام +97444-099494، وأيضا +97444-099696. إذن هذا هو الفائز معنا في حلقة الأمس وتوقعات الأمس. الحين خلينا نروح معكم مشاهدينا تقرير يلخص لنا مباريات الأمس التي أقيمت بين العنابي والمنتخب اليمني، وأيضا المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل بين المنتخب العراقي والمنتخب البحريني، ولنا عودة. انهار المنتخب اليمني مبكرا ليلة أمس على يد العنابي بعد أن اهتزت شباكه ب3 أهداف في أقل من 20 دقيقة.
والبداية كانت من المتألق القطري أكرم عفيف الذي سجل أسرع هدف في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس الخليج، لتستمر سيطرة رفاق الهيدوس طيلة الشوط الأول. ورغم محاولات المنتخب اليمني للوصول إلى شباك سعد الدوسري لكن دون جدوى، خاصة بعد إضافة المهدي علي مختار الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة بعد تلقيه الكرة من أكرم عفيف. المعز علي وبتسديدة قوية يسكن الكرة في شباك اليمن مسجلا الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 18، ليختتم أبناء فيليكس سانشيز مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بدقائق عن طريق بيدرو ميغيل برأسية ينهي بها المباراة، وبذلك يكون المنتخب القطري قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير. بينما أفلت العراق بصعوبة من الخسارة بتعادل متأخر مع البحرين، حيث بادر هذا الأخير بالتسجيل في الدقيقة 79 عن طريق جمال راشد قبل أن يخطف مهند جرار التعادل للعراق دقيقتين قبل صافرة الحكم. إذن هذا كان ملخص لمباريات الأمس، ونرجع نبارك لمنتخبنا الوطني الفوز بنتيجة 4-0 على المنتخب اليمني. والحين نبدأ استقبال مكالماتكم والمشاركة في سؤال حلقة اليوم، من هو أفضل لاعب في مباراة العنابي أمام المنتخب اليمني. وناخذ أول اتصال عندنا من فجر من الدوحة. مساك الله بالخير يا فجر. ألو، السلام عليكم يا فجر. عليكم السلام. يا هلا مرحبا فيك معنا في خليجي اف ام. الله يحييك فجر. مستحية. كم عمرك فجر؟ 14. العمر كله ان شاء الله. ان شاء الله ان سؤالنا سهل وتعرفين الاجابة. ارحب فيك يا فجر. ركزي معانا في السؤال يا فجر. إن شاء الله. أوكي. سؤال حلقة اليوم يقول: من هو أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب اليمني؟ قطر واليمن أمس لعبوا، من أفضل لاعب في المباراة؟ أكرم عفيف. أكرم عفيف. نسجل طبعا. نسجل. أكرم عفيف، وإن شاء الله أن تكون إجابتك صحيحة يا فجر. تابعينا لنهاية الحلقة إن شاء الله راح نعلن عن اسم الفائز والتوقعات الصحيحة لأفضل لاعب في مباراة منتخبنا أمام المنتخب اليمني. وشكرا على اتصالك يا فجر. ركزي على دراستك. زين، وما أخذ اتصال معنا اتصال ثاني. حمد من الكويت. ألو. يا هلا فيك يا حمد. لا مو حمد، صالح من الكويت. مساك الله بالخير يا صالح. أسفة، مساك الله بالخير يا صالح. أهلا فيكم بالخير. صالح بالفعل. والله ما نعم. كان ينسمع الصوت. والله ونعم. يا هلا فيك يا فالح. الله يسلمكم. من دار المحبة. والله أخوان روضة أنتم. لا ينشي لكم. الله يسلمكم. نعجز عن وصف حبنا لكم يا هل الكويت. الله يسلمك. طبعا فالح، شفت المباريات امس ومجرى المباراه، كيف شفت المباريات؟ تقييمك للمباريات؟ والله الجوله الاولى اتوقع ان طرح ما شاء الله، يعني مسوي احسن. نعم نعم جميل. طبعا امس في مباراتين اقيمت، اللي هي مباراة منتخبنا طبعا منتخب قطر امام المنتخب اليمني والفوز بنتيجة عريضة، وحتى مباراة البحرين والعراق كانت مباراة جدا قوية اللي انتهت في آخر دقائق بالتعادل. شلون شفت المباريات أمس؟ والله شفتها مستوى قوي، يعني الصراحة مباراة العنابي كانت من طرف واحد فارق المستوى. حلو. ومباراة العراق والبحرين كان المستوى متقارب بين الفريقين. نعم. يعني كانت يعني متقاربة. حلو. يعني تابعت المباريات فالح؟ أيوة. لا شكله متابع، شكله متابع. إذا أنت متابع تعطينا اسم أفضل لاعب في مباراة العنابي أمام المنتخب اليمني. أكرم عفيف. أكرم عفيف، راح نسجل الإجابة وإن شاء الله في نهاية الحلقة راح نعلن
عن الفائز، فتابع له ان شاء الله نهايه شكرا الحلقه. شكرا لك يا فالح لاتصالك. الفائز معنا. شكرا على اتصالك. عندك اتصال نور؟ معي عبد الله البلوشي. عبد الله مرحبا. مرحبا فيك يا عبد الله. مرحبتين عبد الله. مساك الله بالخير. نعم. عبد الله راقد. مساك الله بالنور. شلونك؟ يعطيك العافيه يا عبد الله. الله يعافيك. عبد الله طبعا تابعت مباراه منتخبنا بالامس مع المنتخب اليمني. اي نعم. كيف شفت المباراه؟ اول باول. كيف شفت؟ مباراه جيده ان شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. انزين، خلال متابعتك للمباراه من كان افضل لاعب من المنتخب اليمني؟ هذا سؤالنا اليوم. لا اليمني من المنتخب القطري. من المنتخب القطري عفوا. بين المنتخبين اكرم عفيف. ناخذ اجابتك اكرم عفيف وان شاء الله ان تكون اجابتك صحيحه، وراح تابعنا لنهايه الحلقه وباذن الله راح نعلن عن الفائز بالعشر تلاف ريال ياسمي. شكرا على اتصالك. وناخذ اتصال من خليل من حنين حميم. حميم من اليمن. يا اهلا مرحبا فيك معنا. هذه السلام عليكم. اهلا عليكم السلام حميم. الله طيبين. الله يسلمك. انت شو اخبارك وشلون اهل اليمن كلهم؟ الحمد لله تمام. مبروك لكم وهارد لنا. الله يبارك في حياتك. معليش هارد لك. هارد لك وان شاء الله يستطيع المنتخب اليمني انه يعوض في المباريات الجايه. المناسبه هي عرس خليجي وتجمع خليجي اكثر ما هي تكون صحيح. منافسه بالنتائج. ايش رايك في المباراه امس حمين؟ يعني شفتي منتخبكم يعني حاول انه يجاري منتخب قطر، وايضا في المباراه الثانيه اللي بين العراق والبحرين، شلون شفتي المباريات امس؟ والله مباريات كانت حلوه كنا نتوقع ان اليمن على الاقل يقول واحد بس للاسف. معنا ان شاء الله يعوضونها في الايام الجايه. وهارد لكم حميم صح؟ حميم. اسمك مو حميم. اسمك اسمك حنين. حنين حنين صح؟ حمين. حمين اسمك مميز يا حمين. اسمك مميز. انا كنت بخليها انا سؤال حلقه معاك الحين. تعطيني الاسم صحيح تفوزين. حميم بما أن أنت تابعتي المباراة ممكن تعطيني أفضل لاعب في هذه المباراة اللي كانت بين العنابي والمنتخب اليمني؟ إيش؟ أكرم عفيف. أكرم عفيف. أكرم عفيف. إن شاء الله تكوني من الفائزين وفالك الفوز إن شاء الله. تابعينا بإذن الله بكرة راح يتم السحب. الله يسلمك حق واجب. وإحنا لنتشرف. الله يسلمك. شكرا لك على اتصالك بمتابعتك يا حمين. بس أتمنى نستبقين معانا إلى نهاية الحلقة ولما نعلن عن الفائز بسؤال حلقة اليوم. نذكرهم بالأرقام. نعم. نورة بالبلس بلس بدون بلس خليها بلس. صفر 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 9-7-4-4-4-0-9-9-4-9-4 والرقم الثاني 9-7-4-4-4-0-9-9-6-9-6. احنا نحاول نذكر بالارقام على اساس اخواننا المستمعين ايضا اللي ما يقدرون يشوفونا يعرفون الارقام للتواصل. ومعانا اتصال من خلود من سلطنة عمان. السلام عليكم اختي. اهلين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا فيك يا خلود. مبروكين. شكرا لك. شكرا لك عبد الله على الفوز في قطر. الله يبارك فيك. على اخواننا اليمنيين. الله يبارك حياتك. ان شاء الله الامان باذن الله تعالى. نتمنى ان شاء الله خلود. عوده المنتخب العماني لمنصات التتويج باذن الله. منتخبنا ان شاء الله باذن الله تعالى. امين يا رب باذن الله. خلود صوتك مش غريب. شاركتينا من كم من يوم صح؟ شاركت من اول حلقه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله انت نشطه. ما شاء الله على التواصل. شكرا لك. شكرا لك يا خلود بتواجدك معنا ومتابعتك للبرنامج. يعطيكم الله العافيه. الله يعافيك يا خلود. خلود شفتي مجريات المباراه امس بين المنتخب العنابي والمنتخب اليمني؟ نعم شفتها وطالعتها للنهايه.
انزين بما ان انت كنتي مطلعة على المباراة، اعطينا افضل لاعب كان في مباراة العنابي والمنتخب اليمني. صراحة افضل لاعب هو اكرم عفيف، لانه صراحة لعب قوى الجول وفي نفس الوقت صلح جول لزميله الثاني، فصراحة كان ما شاء الله عليه لعيب لعيب يعني. احنا اللي نقول ما شاء الله عليك، انت اللي متابعه ما شاء الله. اي ما شاء الله متابعه. انا اللي متابعه هي المباراه صراحه، وايد كانت يعني خلود ما شاء الله عليك، عطيتيني تفاصيل اكثر من الشباب اللي شاركوا. احب خاصه دوله الخليج لها صراحه يعني روعه غير شكل ثاني صحيح صحيح. شكرا لك يا خلود، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا خلود. مشكورين، مشكوره عبد الله، مشكوره الله يعافيك يا خلود، شكرا لك شكرا لك. طبعا فال كل ان شاء الله مشارك معنا الفوز بالعشر تراب، اتمنى التوفيق للجميع. هذا هو السؤال والاجابه هي من توقعاتكم. معنا اتصال من الهام. الهام من الدوحه، مساك الله بالخير يا الهام. شو اخبارك يا الهام؟ شلونك مع كاس الخليج؟ تابعتي مباريات الامس؟ لا والله ما تابعت، بس بعدين شفت لقطات من المباراة. اخذت الملخص يعني. يعطيك العافية يا الهام. هلا حبيبتي، الله يعافيك. زين الهام، بما انك اخذتي ملخص يعني يمكن انه يكون السؤال شوي صعب عليك. من هو افضل لاعب في مباراة منتخبنا امام المنتخب اليمني؟ اتوقع اسرام عسكري. تتوقع هو جاب الطول. ايوه وهي اهداف صالحه. زين مو بس اكرم عفيف امس اللي سجل، عندنا اربع اهداف. من الاربع اهداف شنو احلى هدف شفتي؟ اي هدف فيهم؟ هدف اكرم عفيف. بعد هدف اكرم عفيف، حلو. اذا هذه اجابتك، نتمنى ان شاء الله نشكرين من ضمن الفايزين باذن الله. بس خلت معانا يا الهام وتابعي الحلقه حتى النهايه عشان نعلن عن الفائز. فالك الفوز يا الهام. طبعا مشاهدينا ومستمعينا راح نتوقف عن الاتصالات حاليا وراح نطلع معاكم فاصل موسيقي ونرجع لكم مرة ثانية. لك في ربوع المجد دولة من سنين، فيك الفخارة لو ذخر قدر وشان. لك في ربوع المجد دولة من سنين، فيك الفخارة لو ذخر قدر وشان. يا قطر لك الحنان واليوم شوق وغدا. عش الخليج للأبد. يا رب ربنا الكريم. إذا رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج خليجي اف ام، مثل ما اخذنا ملخص لمباريات الامس وسالنا عن افضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني امام المنتخب اليمني، عندنا ايضا تقرير مميز وملخص عن الجنرال مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم. نشوفه ونرجع لكم. انتهت أمس مباراة الثأر بين منتخبي العراق والبحرين بالتعادل الإيجابي في مباراة عرفت سيطرة عراقية في مجمل أوقاتها إلى حدود الدقيقة 79 حين قلب جمال راشد الطاولة على المنتخب المسيطر. لم يرضى الجنرال باسم قاسم مدرب العراق بهذه النتيجة، وهو من يعول على لقب يحن له العراقيون في هذه الدورة. ودقيقتين فقط قبل النهاية تمكن مهند عبد الرحيم من تعديل الكفة وإعادة الأمل في المنافسة، وأعاد الجنرال كتيبته إلى معركة خليجي 23.
الجنرال كما يحلو للعراقيين تلقيبه، كان لاعبا سابقا في منتخب العراق، ولعب أيضا في صفوف نادي الشرطة العراقي كمدافع، ولعب مباراة واحدة في كأس العالم بالمكسيك سنة 1986. أما مسيرته كمدرب فتجمع عددا من الأندية أبرزها الدهوك العراقي الذي فاز معهم بالدوري لأول مرة في تاريخهم لموسم 2009-2010. انتقل بعد ذلك لنادي زخو ونادي سليمانية ثم نادي الزوراء ونادي القوة الجوية الذي فاز معه بالبطولة وكأس الاتحاد الأسيوي في الموسم الماضي. لم يأتي الجنرال للنزهة في الكويت، وهو عازم على جعل مهمة الفرق الأخرى أصعب مما تصوروا، وأداؤه وعزيمته كمدرب في مباراته الأولى أمام البحرين تجعل منه أفضل مدرب في المباراة. إذن أفضل مدرب في جولة الأمس هو مدرب منتخب العراقي باسم قاسم، وهو الجنرال الذي استطاع أن يعني يعود بالمباراة في الدقائق الأخيرة ويتعادل قبل ما يخسر طبعا حتى النقطة الوحيدة، ولكن استطاع أن يعود في المباراة بعد ما الكل توقع أن المنتخب البحريني ذاهب للحصد ثلاث نقاط. نعم نرجع نعم. حق المكالمات، نرجع للمكالمات مع سبيتشا. مرحبا يا بس يا سبيتشا. الو نعم مرحبا فيك في خليجي اف ام. مساك الله بالخير يا سبيتشا. الله يمسك النور. يعطيك العافيه. طالعتي المباريات امس؟ اي. شلون شفتي اداء العنابي؟ الحمد لله زين. الحمد لله زين. شفتي مباراه البحرين والعراق؟ اي. من كان يستحق الفوز؟ البحرين، لكن المنتخب العراقي استطاع أن يسجل التعادل. نعم. حلو سبيكا، يعني سبيكا أنت شفتي أربع أهداف صح؟ إيه. شنو أحلى هدف عندك من الأهداف الأربعة اللي سجلناها أمس؟ أكرم عزيز. لا لا كلهم متفقيني بقى، كلهم متصيمين. ليش كلكم نفس الاسم؟ أربع أهداف جايب منتخبنا أمس مان. يعطيك العافية سبيتشا. عندنا اليوم سؤال الحلقة، من أفضل لاعب في مباراة العنابي والمنتخب اليمني؟ من أكرم عفيف. أكرم عفيف. أكرم عفيف يستاهل طبعا، يستاهل لاعب طبعا. منتخبنا الشاب والذي احترف في أوروبا ويمثلنا بأفضل تمثيل، وإن شاء الله أن تكون إجابتك صحيحة. إن شاء الله. فالك الفوز يا سبيتشا. تابعينا لين آخر الحلقة وناخذ اتصال من عبد الله سعيد من الدوحة. مساك الله بالخير يا عبد الله. مساك الله بالنور. مرحبا. يا هلا مرحبا فيك معانا في برنامج خليجي اف ام. الله يبقيك. يا هلا فيك يا عبد الله. يا مرحبا عبد الله. امس شفنا مباراة منتخبنا، اقدم مستوى جميل بالعناصر الشابة واستطاع أن يفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء المنتخب اليمني. الكل متفق أن أكرم عفيف هو أفضل لاعب، لكن لو شفنا الأهداف شنو أحلى هدف بالنسبة لك من الأربع أهداف أمس؟ والله كل أكرم عفيف الأول بقى. كلهم متفقين. أنا متأكد. اتفقتوا كلكم يا مشتركين على هالاسم. طبعا هو يستحق كل التقدير. أكيد مستقبل كبير لهذا اللاعب. على مستواه الممتاز أمس. لأن جول يستاهل واللاعب يستاهل. صحيح صحيح صحيح. طبعا يستاهل لاعب منتخبنا. حلو. شفت مباراة البحرين والعراق؟ لا ما تابعت، ما تابعت المباراة منتخبنا. حلو زين. عين نروح حق السؤال على طول يا عبد الله، من هو أفضل لاعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب اليمني؟ أكرم عزيز. أكرم عفيف. بإذن الله تابعنا بكرة بإذن الله نفس هالوقت، راح يتم السحب على المشتركين وفالك الفوز يا عبد الله. مشكور على اتصالك يا عبد الله، وإن شاء الله أنك تكون أحد الفائزين معانا بالعشر تلاف ريال قطري بإذن الله. طبعا اتفقوا هو كل المشتركين على هالاسم. الجميع يا عبد الله متفق على أكرم عفيف، لأن فعلا أكرم عفيف أمس لفت الانتباه بأمانة. صحيح. بأدائه الجميل والمستوى اللي قدمه خلال هذه المباراة. عندك اتصال؟ طبعا معي اتصال مميز من العراق.
من معاي؟ ألو؟ سامان. سامان مرحبا بك يا سامان. مساك الله بالخير يا سامان. والله يسلمك ممنون. هلا بيك عيني. مشكور. قام يحكي عراقي عبد الله. يعطيك العافية يا سامان. الله يسلمك. سامان قبل لا أدخل معاك في موضوع المسابقة حاب أطرق معاك إلى مدرب المنتخب العراقي باسم قاسم. قاسم هذا الجنرال بخبرته الكبيرة ما شاء الله، كيف شفت الأداء أمس من المنتخب وكيف شفت تكتيك المدرب مع المباراة؟ المدرب جيد، يعني عنده خبرة عن الدوري العراقي والإختار اللواعب من الدوري العراقي بدون محترفين. ان شاء الله موفقين للمنتخب العراقي، بس الباقه توقعاتي كان التعادل، لان اول لعبه ما يبين اللاعب الفريق يعني سواء. انت راضي بمستوى المنتخب العراقي امس اللي قدمه امام منتخب البحرين؟ بلي راضي، باقه اني بتابع البرنامج مالكم بس ما حصلت، كان توقعاتي تعادل. كان كمل. يلا ان شاء الله اليوم تفوز معنا. ان شاء الله فالك الفوز اليوم معنا. آمين إن شاء طبعا الله. يا سامان شفت مباراة منتخبنا العنابي مع المنتخب اليمني؟ بدي بارحة كان هم توقعاتي كان 3-0 بس ما حصلت صراحة، كنت أتابع للبرنامج توقعاتي كان 3-0 ما حصلت، بس الأداء جيد وممتاز من قبل المنتخب القطري، ونتمنى موفقية وإن شاء الله يحصل يعني يوصل المربع إن شاء الله بإذن الله. طبعا بما أن أنت تابعت المباراة، سؤالنا لليوم من هو أفضل لاعب في مباراة المنتخب العنابي مع المنتخب اليمني؟ طبعا الأكرم العفيف. أكرم عفيف، كلكم اتفقتوا على هالاسم. يعني أمس شفت أداءه سامان، أمس شفت أداءه والمستوى اللي قدمه في مباراة أمس أمام المنتخب اليمني؟ بدي هو سجل الهدف وصانع الهدف الثاني وأداء جيد، وأنا من بداية نهاية السنة تتابع اللعبة، بس الوقت الصلاة وأرجع يعني نزل الجامعة، بس أداء جيد. الله يعطيك العافية ويجزاك خير، وإن شاء الله تكون فايز معنا في سؤال حلقة اليوم. تابعنا لنهاية الحلقة عشان تعرف الإجابة الصحيحة بإذن الله. معنا رائد من الكويت، يا هلا مرحبا فيك معنا يا رائد، مساك الله بالخير. بالخير. هلا فيك وهلا بأهل الكويت كلهم. أهلا فيكم. الله يسلمك. أرحب رائد. فيك يا رائد اليوم معنا. حياكم الله كبيرة من صباح. الله يرحب بك إن شاء الله، والله يحييك. طبعا بالعكس نتشرف بتواجدنا في دولة الكويت الحبيبة، يكفي طبعا الله يرحم والديك ويسلمك. شفت مباريات الأمس رائد؟ أيوه ما شفتهم. حلو، ايش رايك في اداء منتخبنا منتخب قطر امام المنتخب اليمني؟ بصراحه افضل في الجوله الاولى افضل منتخب برز المنتخب القطري كاداء. جميل. المباراه الثانيه اللي بين العراق وبين البحرين؟ والله كانت مباراه حماسيه، بس كمستوى فني اشوف الفريقين مستواهم الفني يعني مو اتوقع في المجموعه قطر الاول والبطاقه الثانيه بين العراق والبحرين. الله يسمع. نعم. منك. نعم طبعا زين. بما ان انت تابعت المباريات يا رائد، اليوم عندنا سؤال اللي هو عبد الله. سؤالك يقول من هو افضل لاعب في مباراه منتخب قطر امام المنتخب اليمني؟ اكرم عفيف. ليش اكرم عفيف؟ لانه والله هو اللي كان اخذ الجائزه يعني بعد المباراه. احنا راح ان شاء الله راح نعرف الاجابه الصحيحه في نهايه الحلقة، ورح ناخذ إجابتك لأكرم عفيف، وشاكرين اتصالك يا رائد. نعم. نتشرف بطبعا التواصل مع كل من يتصل لنا من دولة الكويت الحبيبة. أكيد. وأيضا من الخليج والوطن العربي أجمع. أكيد بس يعني إحنا نرجع نذكر أن المباراة كانت 4 أهداف وأربع لاعبين سجلوا الأهداف في هذه المباراة. حلو. طبعا نرجع للاتصالات، معانا دلال. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة يا دلال. ورحمة الله. دلال أرحب فيك في خليجي أف أم. متابعتك أهلا خليجي. دلال شفتي المباريات أمس؟ أيوة. أنزل نرجع لمحور المسابقة، من هو أفضل لاعب
في المباراة؟ أكرم عزيز أكيد ما شاء الله يعني الهدف من أول دقيقتين ونص. لا فنان عندها تفاصيل ترى عندها تفاصيل. مش مش محافظينها هالمرة. شفت شلون العنصر النسائي؟ وكان ما شاء الله صانع أهداف بعد. جميل طبعا اخذنا اجابتك وان شاء الله تكونين فايزه معنا وشاكرين اتصالك في خليجي اف ام. مشاهدينا ومتابعينا نطلع معاكم فاصل ونرجع لكم.